مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع المشاهد نت يقول إن العملة الجديدة تحرم الناس من الخدمات الضرورية في صنعاء. وفي العربي الجديد، مأساة مرضى التوحد في اليمن تتفاقم بسبب الحرب. أما في البي بي سي، ملياردير ياباني يبحث عن رفيقة العمر لتصحبه في رحلة إلى القمر. البداية من موقع المشاهد نت، والذي قال بأن أحد المستشفيات الخاصة بصنعاء رفض استقبال الطفل علي محبوب حين أسعف إليه إثر تعرضه لوعكة صحية بحجة امتلاك والده العملة الجديدة، حيث امتنعت إدارة الحسابات عن قبولها، واعتذرت طوارئ المستشفى عن تقديم أي إسعافات أولية للطفل ما لم تستبدل بعملة قديمة. يقول والد الطفل محبوب للمشاهد إنه حاول التفاوض مع إدارة المستشفى لقبول العملة الجديدة كونه لا يملك سواها، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لابنه باعتباره حالة إنسانية، غير أنها رفضت رفضا قاطعا، مضيفا أن أحد مرافقي المرضى في المستشفى رأى المشادات بينهم فبادر باستبدال العملة الجديدة لديه بالقديمة كي يتمكن من دفع رسوم المعاينة والفحوصات الخاصة بطفله. وأحدث قرار جماعة الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة في صنعاء الكثير من الإشكالات بين المواطنين، حيث وجدوا أنفسهم في دوامة صراع ومهاترات حول قبول ورفض العملة الجديدة. منهم سائق الباص سعيد قاسم، الذي لا يكاد يمر يوم إلا ويدخل في شجار مع بعض الركاب الذين يدفعون له أجرة ركوبهم بالعملة الجديدة بينما هو يرفضها. صديق الريمي هو الآخر، استأجر شقة في حي الروضة شمال صنعاء، ولم يقبل المؤجر منه الإيجار بالعملة الجديدة كونها صارت ممنوعة في التعاملات. صحيفة الغارديان البريطانية استفتحت مواضيعها بمقال عنوانته بالولايات المتحدة وإيران، خفض التصعيد قد يكون قصير الأجل، وقد ترجمه للعربية علاء الدين أبو زينة في صحيفة الغد الأردنية، وجاء فيه: كانت مشاعر الارتياح التي عقبت الانتقام الإيراني الكبير غريزة مفهومة ومستحقة. كان يمكن أن تكون الأمور أسوأ اليوم، ولكن لا يمكن أن تكون هنالك رضا نهائي عن الوضع الراهن، فقد تمت تهدئة المخاطر لفترة قصيرة ولم يتم تجنبها بالكامل. كانت الهجمات التي شنت على القواعد العراقية التي تستضيف قوات الولايات المتحدة والتحالف هي العمل الإيراني الأكثر مباشرة ضد الأمريكيين منذ الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران في العام 1979، وأول هجوم مباشر يشن على قاعدة أمريكية، بالنظر إلى أن إيران لا تستطيع تحمل كلفة حرب ساخنة، فإن الضربات التي تمت تبدو رد فعل معقول، لكنها بالكاد تشكل ذلك الانتقام الشديد الذي تعهدت به طهران. وقد يكون ذلك كافيا لتهدئة ألم كبرياء إيران المتضرر، والذي يسمح لها بقول إنها كما أراد سليمان منذ فترة طويلة تطارد وتطرد الولايات المتحدة. لكن الهجمة الصاروخية تسمح أيضا لإيران بالعودة إلى أسلوبها المفضل المتمثل في العمل مع الاحتفاظ بإمكانية الإنكار المعقول والاعتماد على الوكلاء وشن الهجمات الإلكترونية والإرهاب. أحداث الأسبوع الماضي أن السيد ترامب ليس لديه استراتيجية لإيران، وإنما مجرد حزمة من الدوافع والتحيزات، كما أنه يائس أيضاً لصرف الانتباه عن إجراءات عزله وللفوز بولاية رئاسية أخرى في نوفمبر. بدلاً من ذلك، بطبيعة الحال أنجز السيد أوباما الصفقة النووية التي بذل السيد ترامب قصارى جهده لتدميرها، وقد أوقفت خطة العمل الشاملة المشتركة تقدم طهران نحو امتلاك الأسلحة النووية. فمن خلال سحب الولايات المتحدة وزيادة الضغط على إيران، أخبر ترامب طهران وغيرها بأن الولايات المتحدة غير موثوق بها ولا يمكن الاعتماد عليها على الإطلاق، وبأن الحصول على أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها هما مفتاح النجاة والبقاء. ومهما كانت ملامح النتيجة قصيرة الأجل لهذه الأزمة، فإن الآثار طويلة المدى على السلام واضحة ومخيفة.
آخر أخبار انقطاع الإنترنت عن اليمن، كما نشر موقع المصدر أونلاين نقلاً عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين، فإنه تم استعادة لينك بسعة 20 جيجا بايت كحل إسعافي لانقطاع الإنترنت لحين إصلاح الكابل البحري المقطوع. وأوضحت في بيان نشرته وكالة سبأ النسخة الحوثية أن حلولاً إسعافية عاجلة اتخذت خلال اليومين الماضيين ضمن جهود شركة تليمن في صنعاء لتوفير الإنترنت. ونقلت عن بيان آخر لشركة الاتصالات اليمنية الدولية تليمن الخاضعة للحوثيين، نقلت القول أن العمل جار وبوتيرة عالية لإصلاح الكابل البحري الدولي فالكون من قبل الشركة المالكة. وأشارت إلى أن الشركة المالكة للكابل البحري الدولي ترجع سبب انقطاع الكابل لمرساة سفينة وتحتاج إلى عدة أيام لاستكمال عملية الإصلاح، ولا تزال شبكة الإنترنت خارجة عن الخدمة في مناطق واسعة باليمن، في حين كذب مصدر مطلع ادعاءات شركة تليمن بشأن أسباب الانقطاع، وقال للمصدر أونلاين أن الشركة تكذب بشأن انقطاع الكابل البحري الذي تعود ملكيته لشركة جلوبال كلاود. وكانت مصادر تحدثت عن أن تعثر خدمة الإنترنت في اليمن يأتي على خلفية مشاكل بين الشركة وبين المشغل الدولي للإنترنت بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية، وهي مشكلة سبق وأن حصلت خلال الأعوام السابقة. تحدث موقع الصحوانت عن خلافات بين قيادات حوثية بمحافظة إب، كما أن هناك قتلى وجرحى سقطوا خلال مواجهات مسلحة اندلعت بين فصائل وأجنحة تابعة لقيادات حوثية. مصادر محلية أفادت أن مواجهات مسلحة اندلعت عقب وصول حملة حوثية استهدفت نقطتين تابعتين للقيادية الحوثي إياد الأبيض في مديرية السبرة جنوب شرق إب. وأضافت المصادر أن خلافات بين قيادات حوثية عليا حول الجبايات والإتاوات المالية تقف خلف مهاجمة عناصر حوثية لنقاط القيادي الحوثي الأبيض، كما أكدت المصادر أن عناصر حوثية هاجمت نقطتين لميليشيا الحوثي واندلعت الاشتباكات المسلحة بين الطرفين. الكتاب الورقي أبقى، عنوان للكاتب محمود الرحبي المنشور في صحيفة العربي الجديد، وقال فيه: أصبح الكتاب الورقي أكثر رواجاً بمراحل عما قبل، ليس فقط لأن المنافسة والمزاحم فضاء شبكي مربوط بمدى قدرة حاضنته الإلكترونية الرقمية على البقاء والزوال، إنما لمجموعة من النتائج. الكتاب الورقي على الرغم من قدمه غدا أكثر تجديداً، بحيث يمكن طباعته مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، بينما تلك الدواوين التي نشرت في عشرات المواقع مات فيها الكتاب وذبلت قابليته للاستعمال والتداول بمجرد توقف هذا الموقع الإلكتروني أو ذاك. وبذلك ظل الكتاب الورقي ليس فقط صامدا بل متجددا كذلك. سأتذكر هنا أمبرتو إيكو، ذلك العالم المتأمل والشغول في الوقت نفسه، قال مرة إن الألمان يركزون على عمل واحد، بينما اللاتينيون وضمنهم الطليان يمكنهم أن يفعلوا عدة أشياء مرة واحدة. وإيكو لطالما شكك في العالم الرقمي وأدخله في دائرة الوهم، رأى مثلا أن العالم الشبكي ليس سوى وسيط غشاش وذاكرته بدون غربلة، بل هو أشبه بالفضيحة. رأى فيه أيضا فضاء ملوثا لا نستطيع فيه التمييز بين الخطأ والحقيقة، لذلك قاد ثقافتنا إلى التراجع. كما دافع في سياق آخر وبتفاؤل كبير عن اتساع مساحة قراء الكتب الورقية في العالم على الرغم من انتشار الوسائط الإلكترونية، فهو يرى أن القراء صاروا أكثر والطباعة صارت أسهل واستهلاك الورق صار في زيادة مستمرة، ويرى أن المكتبات الجديدة في ازدياد ولم تعد كما في الماضي أبنية مغلقة. ولا يجب أن ننسى أن إمبرتو إيكو حين ينتصر للكتاب الورقي لا يقول ذلك اعتباطا وبدون دليل، بل إن أقرب دليل عملي يمتلكه أنه باع عبر العالم أكثر من 50 مليون نسخة ورقية من روايته اسم الوردة. من أحد أزقة الحديدة تقول صحيفة العربي الجديد: هرب توفيق بأسرته المكونة من 4 أطفال صوب مدينة عدن لينجو من جحيم المعارك الدائرة في المدينة إلى مكان أكثر أمانا، لكن مبتغاه لم يكن متاحا، فالموت يتربص بأطفاله والمعاناة قائمة.
اثنان من أطفال توفيق هما آية وعبد العليم مصابان بالتوحد، ومركز الرعاية الذي كانا يتلقيان العلاج فيه أغلق بسبب الحرب، ومؤسسات الرعاية في عدن لا تعمل. توفيق قال للعربي الجديد: نزحنا من منزلنا في الحديدة بسبب الحرب بعد أن كانت حياتنا مستقرة، فقد كنت أعمل في أحد محلات الملابس وطفلايا ملتحقان بأحد مراكز الرعاية وبدأت حالتهما الصحية بالتحسن. يضيف توفيق أن الحرب بدلت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق، لم يعد يتسنى لي العمل، فحالة طفلي المتوحدين تستلزم وجودي معهما دائما. أما زوجة توفيق فقالت إن الحرب ضاعفت معاناة عبد العليم وآية بعد أن كانت حالتهما بدأت بالتحسن في مركز الرعاية في الحديدة. وحاليا هناك غياب كامل للدور الحكومي في مجال رعاية وتأهيل أطفال التوحد. تتابع منظمات المجتمع المدني غائبة وكأن الجميع قرر التخلي عنهم. تكتب بروين حبيب في صحيفة القدس العربية عن مستقبل المكتبات وتقول: قلما نقصد مكتبة حين نصاب بنوبة حزن، إذ نعتقد دائما أن الكتب وجبة للمعرفة لا طقسا للفرح، ويحدث حين تأخذنا أقدامنا بالصدفة إلى مكتبة أن نقلب بين الكتب بحثا عن نتاج جديد أو نتاج بعينه ينفعنا في بحث ما، أو يغذي موضوعنا المفضل للقراءة، هل نبحث عن شيء آخر؟ نقف أمام الرفوف بحثا عن شيء نريده ولا نعرف تحديده، وكم نمتعض من بائع الكتب إن استشرناه ولم نجد عنده جوابا شافيا. في المكتبة البائع يجب أن ينتشلنا من حيرتنا سريعا، وإلا سنشعر بالإحباط. جزء من تراجع القراءة في بلداننا يعود لذلك البائع البليد الذي ينقصه شغف الكتب وموهبة اكتساب الزبون، الذي لا يشبه زبائن المحلات التجارية الأخرى. لنقل أن هذه نقطة أولى، ولننظر إلى النقطة الثانية التي تسعى جاهدة لمنافسة العملاق أمازون ومواقع بيع الكتاب الإلكتروني والتوصيل المجاني إلى حيث تقيم. لكن السؤال الذي يطرح اليوم كسجال على نطاق واسع هو: هل يمكن للكتاب في خضم إدخال عناصر معه لتسويقها حفاظا على بقاء المكان أن يفقد قيمته؟ تأتي الأجوبة على اختلافها بين موافق ومعارض. فالبعض يرى أن تسويق الكتاب وحده أنهك المكتبات، يخرج الكتاب من أمكنته الخاصة به، لكنه يدخل أماكن لا تخطر على بال، ليس من أجل تسويقه بل هي سطوة الكتاب نفسه. يدخل الأسرة، يشارك العشاق لذائذ نومهم ويقظتهم، يدخل المطابخ، يتربع على طاولات الأكل، يغري الأطفال بالحكايات، يجذب الباحثين عن الحقيقة، يدخل الحقائب بكل أنواعها، الفاخرة الغالية الثمن والبسيطة الخالية من أي أثر للثراء. بين التفكك وإعادة البناء يقف الجمهور أمام مفهوم جديد للمكتبة، على أنها مفهوم عام يحمل كل أشكال التعبير كما يحمل المستقبل معه. قامت الهند بتفجير ناطحتي السحاب لانتهاكهما قوانين البيئة بحسب صحيفة الشرق الأوسط، حيث تم هدم المبنيين الفاخرين خلال ثوان بعد أمر من المحكمة العليا بهدمهما، وذلك بعد أن وجدت لجنة مختصة أنهما بنيا وفق قواعد تخالف حماية المناطق الساحلية. ليس هذا فحسب، فقد تم تحديد مباني شاهقة أخرى سيتم هدمها اليوم، وإجمالا من المتوقع تدمير نحو 343 شقة تضم نحو 2000 شخص حتى نهاية الأسبوع، فيما وصف ذلك بأنه أحد أكبر عمليات هدم للمجمعات السكنية في الهند. أحد السكان قال إنه وزوجته وأطفاله لم يتمكنوا من مشاهدة المبنى لحظة تفجيره، فإنها لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لهم، وهم يرون أحلامهم تتحطم أمام أعينهم. وصدرت أوامر لحكومة الولاية بدفع تعويضات أو تعويض مؤقت يبلغ نحو 35,000 دولار للمقيمين المتضررين. خبر آخر من موقع شبكة البي بي سي، والتي قالت إن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يبحث عن رفيقة العمر كي يصحبها في رحلة سياحية إلى القمر، ويستعد قطب صناعة الموضة الياباني إلى الانطلاق في رحلة حول القمر تنظمها شركة سبيس أكس في عام 2023. وقال مايزاوا البالغ من العمر 44 عاما
إنه يريد أن يستمتع بهذه التجربة مع رفيقة، وحث الراغبات في اصطحابه على تقديم طلب عبر موقعه. وقال رجل الأعمال: أطمح في العثور على شريكة حياة وأريد أن أعبر عن حبنا في الفضاء. توجد على الموقع قائمة بشروط وتفاصيل عملية التقديم والاختيار التي تستغرق 3 أشهر، من بينها أن تكون المتقدمة غير متزوجة ولا يقل عمرها عن 20 عاما، ولديها رغبة في الانطلاق في رحلة إلى الفضاء. يقول الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط مارك بوكنان ما نجهله عن التغييرات المناخية يقتلنا ويضيف: على مدار ما يزيد على 30 عاما، حاول العلماء إخبار الحكومات والرأي العام بحقيقة التهديد الذي تشكله ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض، وعملوا بجد للاعتراف بأمانة بحدود ما يعرفونه في هذا الأمر، إلا أن الأمر لم ينجح. وحسب ما يكشف تقرير صدر في وقت قريب عن البرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة، فإن الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون ارتفعت ولم تنخفض حتى خلال السنوات القليلة التي أعقبت إبرام اتفاق باريس. قليلة الدراسات التي تفحصت هذه التباينات فيما يخص التغيرات المناخية، التي من الواضح أن ثمة شكوكاً وعوامل غير مؤكدة كثيرة مرتبطة بها ولا يمكن تجاهلها. وإذا كان الجميع يتقبلون وجود قدر من الشكوك، فلماذا يتعين على العلماء الاستمرار في الحديث عن هذه الشكوك؟ بيد أن الأمر الأقل تشجيعاً كيفية استجابة الناس لما يمكن أن يعتبر من الناحية العلمية الرسالة الأكثر صدقاً، الاعتراف بأن كامل تكاليف ارتفاع منسوب مياه البحر من الصعب للغاية تقديرها على أرض الواقع، يميل هذا التعبير عن شكوك دون ما نهاية إلى تأجيج شكوك المستمع. إذن ما الذي يتعين على العلماء فعله؟ أن يدركوا أنه لا يتعين عليهم إلغاء الشكوك تماماً من حديثهم، لكن ينبغي لهم وضع حدود دنيا وقصوى أينما أمكن لهذه الشكوك، ومن خلال ذلك يمكنهم إقناع أعداد أكبر من غير الخبراء برسالتهم، إلا أن هذا ينطوي على مخاطر استغلاله من جانب البعض في الاختباء وتجنب طرح بيانات واضحة جلية. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت صوراً للكوارث والحيوانات وأخرى متنوعة، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. فن الكاريكاتير يعبر عن قضايا عديدة ويختصرها في بضع خطوط متصلة، نتابعها في جزء من خلال الفقرة الأخيرة لهذا اليوم. في ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.